راجل بيجري بالليل بسكينة خايف جدا لأن الوحش جاسبر كريبس وراه، لقى عربية قدامه فيحاول يستنجد بيها، ولكن الوحش هجم عليه وخطفه، وصاحب العربية كيني مش مصدق نفسه. يلاقي سكينة الراجل وقعت من السما، ولما يبص فوق ما يلاقيش حاجة، ولما يبص تاني يلاقي ايد الوحش وقعت عليه. الوحش جاسبر كريبس بيظهر كل 23 سنة في فصل الربيع لمدة 23 يوم، بياكل فيها البشر وبيخزن جثثهم. الشرطة بعد خطف داري في الجزء الاول لقت عربية الوحش قدامهم مليانة جثث، استدعوا الرئيس ديفيز يعاين الوضع. لقوا ان الوحش معاه رادار الشرطة وبيسمعهم، عشان كده دايما بيسبقهم بخطوة، ولما ييجوا يبصوا على العربية تطلع مليانة فخاخ وعورة الشرطي. مش مصدق نفسه ديفيز، ويأمر الشرطة تودي العربية للفحص عشان يدمروها. لقى عربيات شرطة تانية جاية بقيادة الضابط داني، عمل شرطة محلية من كل الناس اللي الوحش قتل عزيز عليهم عشان ينتقموا، وليهم كلهم علامة مميزة. ويقول داني لديفيز لازم ما تبعدش العربية من هنا لأنها مش هتلحق توصل القسم أصلا سليمة، الوحش هيروح لها. وفجأة العربية تضرب عليهم فخ كمان، وهي سكينة عليها الجثث الملحومة اللي بيعملها الوحش، والشرطة خدت العربية تنقلها. الوحش جالهم فعلا زي ما قال داني، حرر العربية، ورغم انه واقف فوقيها العربية مشيت لوحدها. وفجأة الوحش يهجم عمال ياكل في الضابط، ولما زميلته تبص للوحش تقول لها اوعي تعملي اي حركة تندمي عليها، وخطف زميلها وهرب. وبما ان القرية بيموت فيها كتير جدا ما بقاش فيه ديوك تصحي الناس الفجر، بقى فيه غرابيل بس بتصحي واحدة اسمها جايلين. تلاقي حد من بعيد بينادي عليها، تروح له تلاقيه ابنها كيني اللي مات من 23 سنة قبل كده. يقول لها الوحش جاي عشان ياخد ايده المدفونة هنا، لازم تاخدي اديسون وتمشي من هنا فورا، انا خلاص روحي بقت جزء منه وعارف هو هيعمل ايه. وتصحى حفيدتها اديسون تبص عليها تلاقيها بتكلم الهوا، لان محدش هيشوف كيني غير امه جايلين. بس اديسون وحيدة ما قدرتش تعيش مع جوز امها، فراحت تعيش مع جدتها جايلين، وصديقها الوحيد هو حصان، مفلسين معهمش فلوس حتى يأكلوا الحصان قش. وتلاقي جدتها قاعدة لوحدها، ولما تروح لها تقول لها روحي عند صاحبتك يومين كده وغيري جو، تقول لها اديسون اشمعنا، تقول لها لاني مستنية ضيف عزيز جدا عليا نفسي اشوفه بيجي كل 23 سنة. الضابط داني عمال يقنع في الضابط ديفيز ينضم ليهم ويستفيدوا بخبرته في قتل الوحش نهائيا، وكل الناس دول فقدوا احبائهم قدام عيونهم بسبب الوحش وما قدروش يعملوا حاجة ساعتها. بس دلوقتي معانا رشاش بيضرب 6000 طلقة في الدقيقة، كافي يموت كذا وحش، قد تكون دي فرصتنا الأخيرة لقتله بسبب سننا الكبير. والشباب بيمارسوا رياضة الدراجات في الغابة، لقوا قدامهم عربية الوحش وكلهم مش مصدقين أسطورته أصلا في أكل البشر. قرروا يروحوا يكسروا الإزاز، وراح صاحبهم ريد يعمل حمام على العربية، ولقى كيرك الباب اتفتح وشاف كل الجثث في العربية. وفجأة الفخ يشتغل عليهم، ولما يجوا يهربوا الفخ ضرب على رجل كيرك ووقعه. واديسون ماشيه في الطريق مش عارفه تجيب قش منين عشان تاكل حصانها الجعان يا عيني. جالها جارها اللي في المزرعه اللي جنبها كول، دايما بيحبها ويقترح عليها يديها القش مجانا لانهم ما بيعرفوش يناموا بالليل وحصان جيرانهم جعان يا عيني. والشباب بيحاولوا يحرروا كيرك من الفخ، ولكن الفخ يجر كيرك يهرب ريد اللي عمل حمام على العربيه، واتزنق كيرك في العربيه. وفجاه الوحش جالهم وموتهم كلهم وخطف كيرك. لما راح كل يودي القش لمزرعة اديسون لاحظ ان جدتها بتحفر في الارض، فتقترح عليه اديسون يمشي دلوقتي وتشكره على القش، يقولها على الاقل طب تعالي معايا نتمشى شوية في العربية، وتروح معاه. وشكل جايلين لقت ايد الوحش، وجالها ابنها كيني ويقول لها مفيش فايدة انكم تحاربوه، مش هتقدروا عليه، لازم تمشوا فورا، تزعق له امه جايلين وتقول له هنا اتولدت وهنا اموت، على الاقل لو مت هحصلك يا حبيبي. الوحش لما كفن كيرك شم ريحة الحمام اللي عمله ريد على العربية فراح يتبعه، وريد بيهرب بيحاول يستنجد بحد، لقى عربية قدامه، لما يجي يروح عليها الوحش خطفه في اقل من ثانية. ويقول داني لديفيز لازم اصطاد الوحش النهاردة، اخر يوم للصيد بتاعه، والله اعلم ال 23 سنة الجايين هكون عايش ولا لا، او كبرت خلاص ومش هقدر احاربه. تروح جايلين تفتح ايد الوحش، تتصدم لما تلاقيها لسه بتتحرك، وتروح تلمسها تمسك فيها.
وتقعد ترفع فيها وشالتها من على الارض، وعين جايلن بتتحول لابيض وبتشوف تاريخ الوحش الدموي بالكامل وان عمره الاف السنين. وكايل واديسون ماشيين لقوا الحصينه خرجت بره بيوتها من المزارع بسبب الخوف. قرر كايل يروح المزرعه يشوف ايه السبب، يلاقي كل الناس تحت العربيات مستخبيين ويقولوا لهم كلهم كلموا الشرطه او حتى الجيش يجوا، الوحش هنا لازم تهرب فورا. ولما يجي كايل يمشي يجي لهم جنبهم احد الضحايا، وفجاه الوحش جه وشم الريحه لقى ان اديسون فيها ريحه جدتها جايلين اللي بيدور عليها عشان ياخد ايده منها، وفجاه هجم عليها وخد اديسون وهرب في وسط قله حيله من حبيبها كايل. لما راح داني وديفيز لمصرعة جايلين يطمنوا عليها يلاقوا ايديها مصابة بسبب ايد الوحش اللي مسكتها، والخوف مالي عينها اكنها شافت النار بالضبط، وتقول لهم ابنها كيني زمان لما لقى ايد الوحش راح عليها فخدها وما يعرفش انه كده عمل غلطة. ولما حس بالوحش بالليل قبل ما يموت بيوم راح خد الايد وضربها بالنار اعتقادا انه كده موت الوحش ودفنها هنا في المزرعة، بس فشل والوحش قتله. وخبت جايلين الايد في الفخار في المزرعة بتاعته. كايل وصل يا عيني حزين جدا محبط لان اديسون اتخطفت من قدامه وما قدرش يعمل حاجه، وشاف وش الوحش الغريب وفعلا اسطورته طلعت حقيقيه، بس ناوي هو كمان على الانتقام منه. والوحش سامع كل نشرات الشرطه في المسجل اللي معاه. صحيت اديسون وهي متكفنه، وكمان زميلها كيرك لقت الوحش فتح الباب عملت نفسها ميته تاني، ويقرر داني يهجموا على الوحش فورا دلوقتي، وقرر ديفيز يروح معاه. صحيت اديسون ونجحت تحرر نفسها من الكفن وراحت حررت صديقها كيرك، يقول لها العربيه مليانة فخاخ لازم نخرج من كرسي السائق اللي قدام، ولما يروح الفالح وقع هو في الفخ ومات، والناس كلها مصدومة من ايد الوحش. راح ديفيز يموتها احسن يمنعوا الكل، لانهم لازم يشدوا الوحش بيها او يعرفوا عنه اكتر بسببها، ويسمعوا نشرة استغاثة من الطريق التاسع السريع. لقوا عربية الوحش وداني وديفيز راحوا يدوروا، واصحاب الرشاش كمان بيدوروا. لقى داني وديفيز عربية الوحش قدامهم، ولما يروح ديفيز يضرب الكاوتش بالنار يلاقي ان العربية كلها مصفحة بالكامل وبتعكس الطلق اللي بيتضرب عليهم بصورة عجيبة، فما بالك بالرشاش ابو 6000 طلقة في الدقيقة. لما يضرب على العربية في اللاسلكي عمال داني يحذر اصحاب الرشاش ويقول لهم اوعوا تهجموا على العربية، بس للأسف ما سمعوش الكلام والوقت اتأخر. الطلق كله اتعكس عليهم يا عيني ومات، ورمى الوحش قنابل على داني وديفيز وعملوا حادثة. يصحى ديفيز يلاقي عربية الرشاش هناك اتقلبت، قرر داني يروح هناك ويخلي ديفيز يشتت الوحش، ولما يحاول الوحش هجم عليه، ولما يروح يموته ينادي داني وتدور بينهم المعركة اللي داني طول حياته كان بيحلم بيها. رغم كل الرصاص اللي اتضرب على الوحش فشل داني برضه يموته، بالعكس ده الوحش موته بسهولة قدام عيون ديفيز اللي مشي وهو مش قادر يعمل حاجة. وراحت جايلين تعمل فخ للوحش عشان تنتقم منه، ولو هيموتها مش هيموتها بالساهل، واستخبت في المزرعة بالليل مستنياه في الضلمة. تلاقي عربية جات لها وهي عربية كايل صديق حفيدتها اديسون، والوحش برضه حس باديسون جوه العربية بتاعته حية وهجم عليها. تحاول تمنعه وتحاول توصله للفخ اللي في كرسي السواق قدام اللي مات بسببه كيرك، نجحت بس لسه ما ماتش وهربت من العربية. الوحش اتضرب برشاش وفقد عينه بس لسه فيه جثث هياكلها، ويرجع اقوى وهو رايح يهجم على اديسون. عربية كبيرة جدا جت ودسته، ينزل السواق يبص على اللي داسه يلاقيه وحش واختفى. لما يجي يكلم الشرطة الوحش نزل عليه كلو وجدد قوته، راح على المزرعة لقى ايده بس ميتة، وجايلين سايباله رسالة وبتقوله احنا عارفينك دلوقتي. يقعد الوحش يزعق خلاص ال 23 يوم بتوعه خلصوا وفشل ياخد ايده. وراحت اديسون لقت حبيبها كايل قدامها انقذها، وكمان جدتها جايلين، واخيرا ال 23 يوم رعب خلصوا، او ممكن نعتبرهم اتاجلوا ل 23 سنه جايين. وندمان ديفيز على صاحبه داني اللي مات، ومش عارف لما الوحش يظهر تاني بعد 23 سنه هيكون عايش ولا لا. وفي احد البيوت شخص مهتم جدا بجرائم الوحش جاسبر كريبس من الجزء الاول والتاني، وبتكلم الناس على النت يعملوا جماعة تانية يموتوا الوحش نهائيا بعد ال 23 سنة الجايين، وهي تريش اخت داري اللي مات في الجزء الاول. بس من شكل الاعلان بتاع الجزء الرابع بتاع جاسبر كريبس هي مش هتبقى موجودة اصلا، لانه هيبقى جزء باسم اعادة احياء جاسبر كريبس، فمش هيكون مرتبط باي سلاسل خالص، فتقريبا كده مش هتظهر. وان شاء الله الجزء الرابع هينزل السنة دي في شهر 9 الجاي، وان شاء الله اول لما ينزل هنلخصه.